ورحمة الله وبركاته. إيه معاكم ميس أمين إسماعيل. النهاردة هشرح لكم عن الحروف المركبة، وطبعا زي ما احنا أخدنا قبل كده وفهمنا أطفالنا، عرفناهم الحروف، عرفناهم أصواتها، عرفناهم الكلمات اللي هي قريبة منها بس هما ما يحفظوهاش، على الأقل هما يشوفوها ويقروها، لكن مش حفظ حفظ اللي هما يعني كتابة وكده، لا لازم يشوفوا الكلمة ويسمعوها كتير وعشان وكمان يقروها، يبتدوا يستهجوها هيستهجوا فيها حرف حرف. اوكي طيب، بطريقه الفونكس طبعا عندي هنا الحروف المركبه جوين لاترز، تمام. طيب احنا عايزين نعرف ازاي ايه الحروف المركبه دي. هقول لكم مثال عشان ام تيجي تشرح لابنها الحروف المركبه، ولنفترض تجيب صلصال، ولنفترض اكله ده صلصال. اوكي هجيب صلصال لونه احمر على صلصال لونه اصفر، هقول له يا حبيبي انا عندي صلصال لونه احمر اهو وعندي صلصال لونه اصفر، تعالى بقى نخلطهم مع بعض، ندمجهم مع بعض كده، ايه اللي هيحصل؟ هيتغيروا مع بعض وهيبقى هيديني صلصال لونه اورنج او برتقاني. دي الفكره بتاعت حروف المركبه. لما اجيب التي اللي هو ت مع الاتش اللي هو ها، هيديني نطق تاني خالص وهو ث او ذ، ز اللي هو حرف الزال او ث، تمام. هي دي الطريقه اللي هتخلي الطفل هيفهم معاكي بسرعه الحروف المركبه، حرف مع حرف هيديلي حرف حرفين يعني نطق تاني خالص. اوكي طب تعالوا نشوف، عندي الاس والاتش لما بنحطهم مع بعض كده بيتلطق ش ش زي بعتذر على مقاطعة الفيديو، تمام. احنا قلنا الاس والاتش بيتلطقوا ش ش زي شاب شاب، طبعا يعني سفينة. اوكي عندي واش واش، اوكي اللي هي الساعة، تمام. ها طيب احنا قلنا شاب شاب، تمام، سفينة واش واش. اوكي انا بص بلاش هلطق، مش هلطق عربي عشان انتوا اكيد شايفين تمام الكلمات بالعربي، فهلطق يعني هقرا انجلش بس. اوكي عندي سي والاتش بتطق تش تش زي child child، تمام. عندي teacher teacher teacher، اوكي اللي هو مدرس اهو عشان بس الخط لو مش واضح. عندي تي والاتش بيتلطق يا اما ث يا اما ز، تعالوا نشوف عندي 3 3 ورقم 3، عندي ثالك ثالك برضو بيتلطق ث، عندي فازر فازر، شفتوا الفرق فاز ز ز اللي هو زيل، عندي ذات ذات، تمام هي هذا عشان لو الخط مش واضح فحبيت لا اقولها لكم. اوكي طيب عندي البي والاتش، بي والاتش بيتحطوا مع بعض بيتلطق ف ف ف زي فون فون، تمام. عندي فوتو فوتو اللي هي صورة ف. اوكي طيب يلا بينا، ده اللي ممكن نقوله لاطفالنا. طيب ايه تاني يا بيس؟ في حاجات بقى زيادة ممكن نقولها لهم برضو، تمام، بس الحاجات التقيلة او الكبيرة او دي مش هنقدر نقولها لهم، ممكن انتي تكتفي انتي تعرفيها. عندي W والH، تمام. احنا عارفين طبعا بيكون دايما الH بيكون صامت او silent، بعد كلمة هو هو W هنا اللي بتكون silent مش الH، يعني انا عندي WH questions احنا عارفينهم اللي هو WH اللي هو what where when how والحاجات دي، تمام. دول اللي طبعا السايلنت هنا بيكون فيهم الاتش مع وات وير وين وهكذا، لكن مع هو هو الدبليو هو اللي بيكون سايلنت، تمام. عندي وات وات وير وير. اوكي طيب عندي هنا سي والكي، سي والكي احنا عارفين طبيعة السي بيتلطق مع كل الحروف، تمام، لكن
طبعا في حروف استثناء بقولش اللي هي الشائية دي اللي ما بتيجي بعد حرف السي على طول بتخليه يتلطق سي زي ما هو زي الاي والاي والواي وشرحناها قبل كده تمام. طيب عندي سي وكي مع بعض لما بيجوا مع بعض بتطق ك زي كيف كلوك كلوك ك تمام. طيب عندي يو والجي والاتش التلاتة دول بالظبط لما بيجوا بيتلطقوا ف زي لاف لاف اوكي. طبعا هنا لاف طبعا بيتلطق ف اوكي. عندي التي واليو والار والاي الاربعه دول بيتلطقوا تشر 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 زي بيكتشر بيكتشر بي بيكتشر. عندي فيوتشر 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 هو مستقبل اوكي فبتلطق تشر. عندي الجي والاتش الجي والاتش طبعا بيكونوا سايلنت. ليه يا ميس؟ طب هي لما ليه ما قلتلهمش هي سايلنت؟ لا عشان دي قاعده إيه طبعا قلنا التلاته دول مع اليو والجي والاتش مع بعض لما بنشوفهم بيتلطق ف لكن دي لوحدها الجي والاتش مش قبلهم يو فطبعا بيتلطق طبعا ايه ما بيتلطقش اصلا بيبقى سايلنت زي مثلا نايت نايت والحروف السايلنت هنحط تحتها دوت اللي هو نقطه تمام عشان نعرف نايت اللي هو بالليل او ليله. عندي رايت اللي هو ممكن يكون معاها صحيح او معناها صحيح او ممكن يكون معناها يمين. وعندي هاي هاي يعني شفتوا اتلطقت هاي ليه اكلنا مش شايفين الجي والاتش اوكي. طيب عندي بقى اربع كده حروف مركبه كده باللوم بيتلطقوا كلهم شل زي مثلا الاس والاي والاو والان بيتلطق شل. لو شلنا الاس وحطينا بدلها تي تي اي او ان برضو بيتلطق شن. طيب عندي تي اي اي ان دول برضو بيتلطقوا شن. وعندي التي والاي والاي والان برضو بيتلطقوا شن اوكي. زي مثلا كلمة ريفيجن ريفيجن اللي هي معناها مراجعة اوكي. عندي كلمة أكشن أكشن اللي هي برضو معناها نشاط دي برضو اتلطقت شل عشان تي اي او ال في آخرها. عندي الفورميشن الفورميشن اللي هي معلومة ودي بتتلطق أو معلومات عموما يعني بتتلطق تي اي او ان اوكي. طيب عندي ايجيبشن 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 طبعا اللي هو المصري ها اتلطقت ايه طبعا عندي تي اي اي ان اوكي. عندي بيشنت بي بيشنت اللي هو مريض اوكي. فطبعا محدش طبعا بعض الناس بتطلعوا تقول بتيلت مش عارف ايه لا دي بيشنت. عندي التي اي اي ان بتلطق شل اوكي. طبعا حطيت صوره هنا قلت وات از نيكست ليسون ميس طبعا ايه هو الدرس اللي جاي يا ميس. طبعا احنا طبعا شرحنا ماي فاميلي مع بنوتتل العسولة هلا وقرينا مع بعض ازاي واخدنا colors اوكي. تعالوا يلا بينا بقى ناخد الدرس المنتظر اوكي. بس هديها لكم المره يعني هديها لكم في الفيديو اللي بعده على طول.